وكرة رائعة. عشاق قناتها تعلم الرياضية في كل مكان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل تركي شديد. الشكر موصول لضيوفي الكباتن الكرام. سيداتي وسادتي أصدقائي أينما كنتم في كل مكان، حضرات السادة المشاهدين، مرحبا بحضراتكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. أوساوي، عبد الله الحافظ، جواد اليميق، ووليد برينيو من الجانب الأيسر، وتمريرة، المحاولة خطيرة جدا، خطأ في الكرة الماضية يبدو لي من شنقيطي. المحاولة عدت في نهائي كأس الملك في الموسم الكبار، الذوايا التي مع فريق الوحدة تصويبة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لدى مارسيلو كروه. هذا الموسم نتمنى ذلك بكل صراحة. رينيو جميلة، محاولة خطيرة، روما أمام الجول من رومارينيو. حلوة 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 الكرة من رومارينيو. البرازيل، التقدم من عبد الرزاق، حمد الله، محاولة وممالك الآن مع وجود هنا في مكة المكرمة يد اليمين، انطلاقة رومارينيو، ترجع الكرة إلى وجود صافرة وخطأ بإشارة من جانب حكم. روما سهلها من أمام، يبحث عن التمرير الطولي، خلص الكرة وتعود الآن للاتحاد. انغولو كانتي يكسب، حمد الله خطأ، يكسب عبد الرزاق، حمد الله خطأ مع الكرة الماضية، يحط الكرة إلى كورنادو، كورنادو تصويبة إلى خارج أرضية الميدان. النجم الكبير الفرنسي ينقل اتجاه الكرة، روما تبحث عن الهدف الأول. حمد الله واحد من أجمل وأروع الأهداف التي حضرت في الملاعب السعودية وفي الدوري السعودي في هذا. بنزيما يحاول التقدم، المحاولة، كرة عرضية من أنتي عن كرة عرضية ثانية واللي عدى بشكل ممتاز، محاولة تذهب سهلة إلى عبد القدوس عطية. الفرق المنافسة، الفرق اللي عندها أسماء كبيرة، سيكون الوضع صعب على دفاع الاتحاد. فين المحاولة لبنزيما، الزع الغامدي يتقدم، تصويبة قوية جميلة، الكرة الماضية حلوة، الكرة الماضية من الزع الغامدي اللي صوب كرة قوية باتجاه مرمى مارسيل. المحاولة، هزاع يطع على إسلام أوساوي، التصويبة إلى خارج أرضية الملعب. محمود كهربا أربعة، يحاول عبد الرزاق، حمد الله، غريبة جدا من حمد الله، غريبة الكرة الماضية من عبد الرزاق حمد الله، وبالتالي الكرة تضيع على الاتحاد. كريم بنزيما يبشر كرة خاطئة، لقطات من الشوط الأول، تمريرة لإسلام هوساوي خطيرة عرضية لمصلحة حمد الله. غريبة وعجيبة يا عبد الرزاق، كرة ماضية مواجهة للمرمى، حمد الله يضيع. الاتحادية رائعة، الكرة تمر لما يحاول، ممكن يمر، المتابعة موجودة والتغطية عرضية تصل، الكرة ترسل، كنترول من بنزيما والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة الاتحاد، الركلة الركنية التي الله يبنزيما. سلامات يا كريم، يبدو لي بأن الأمور صعبة على كريم بنزيما. تتأمل الجماهير الاتحادية عودته في أقرب وقت، بلا شك أنه غير سعيد نونس بسبب الإصابة. ركلة حرة مباشرة لصالح الوحدة، ملكة على التحول السريع في الهجمات بالنسبة لفريق الاتحاد. الزعية تقدم، أنسلمو شوف الكرة الماضية، الاستلام وكنترول، يعدي بالشكل ممتاز، خطيرة جدا، خطيرة الكرة الماضية من جواد اليميق، جواد اليميق المغربي، شوف الكرة من مغربي إلى مغربي. تدخل كان موجود على با مسعود، جوتا وعبد الرزاق، حمد الله قدم، حمد الله الذي يحاول المرور، تامين كانتي، محاولة خطيرة، ديمورايز، أنسلمو، الكرة الماضية كاد أن يصل الوحدة
مع بداية الشوط يتقدم يلعب كرة عرضية والمحاولة لا تزال إلى خارج أرضية الملعب الاتحاد كرة ترسل بالرأس ويتقدم كورنادو يحاول عبد العزيز تصويبة قوية حلوة الكرة حلوة التسديدة من عبد العزيز نور باتجاه مارسيلو جروهي المحاولة فيصل فجر بالرأس سلام الله على كانتي الله على كانتي حمد الله يتقدم لكن وين رايح يا حمد الله حوف الكرة الماضية كانتي التغطية من كانتي ثم التمريرة ثم لعب الكرة من كورنادو لحمد الله روبارينيو جميلة الكرة خاطئة من كورنادو كيف ضاعت الكرة على أنسلمو دي مورايس يضيع هدف التقدم في كرة ماضية كادت أن تسجل في شباك جروهي كان يسجل دي مورايس والكرة الاتحاد محاولة موجودة أنسلمو يتقدم ولكن الكرة سهلة إلى مارسيلو جروهي كورنادو ترجع الكرة روماجول والكرة تتخلص لا تزال المحاولة رومارينيو عدت الكرة على الاتحاد عدت الكرة كانت ذكية من كورنادو الكرة الماضية ولكن الكرة اتخلصت بطاقة صفراء على حمد الله يحاول يتقدم يلعب ترجع إلى روما قوية تترك عقربا خاض الحروب ليكون فيها البطل من جديد ترسل الكرة إلى جوتا يتقدم جوتا الله يا جوتا حضرت يا جوتا عندما طلبوا وسجلت وأسعدت جماهير الاتحاد محاولة موجودة إلى خارج الله يحاول عبد الرزاق حمد الله اشتعمل يا عبد الرزاق أول كورنادو الله قطار الاتحاد لا يتوقف قطار الاتحاد لا يتوقف قصة النمور ما زالت تكتب يا عمي. السلام عليكم. في أي مكان تحدث بعض الأمور التي لو لم تصورها الكاميرات ربما لم يصدقها أحد لأنها تكون غير متوقعة. في أي نزال بين اثنين من الملاكمين أو المصارعين يقابل كل منهما الآخر قبل بداية المباراة، ولكن مصارعنا اليوم اعتاد على أن يأكل شيئا أثناء اللقاء، حيث يأتي أحد رفقائه وهو جالب لطعامه، ومن ثم يأخذ المصارع شيئا منه ليأكله، ويظل يأكل أمام المتفرجين، ولكنه كريم إذ أنه دائما ما يعرض على المصارع الآخر أن يأكل معه، وانظروا لهذا المصارع الآخر الذي إما أن يعطي خصمه باقة من الورود أو يأخذ معه صورة سيلفي، وأحيانا أخرى ينفخ بعض الفقاعات، وفي الوقت الذي يضرب به الخصمين بعضهما البعض هذا المصارع يفعل هذه الأمور المضحكة. أحيانا أظن أن المراسلين أبطال خارقين، فهم ينقلون لنا الأخبار تحت أي ظرف وفي أي طقس. انظروا إلى هذه المراسلة التي تنقل الأخبار إلى القناة رغم قساوة الطقس الذي كاد أن يجعل مظلتها تطير، ولكن رغم ذلك فهي مستمرة. هنا في هذا المشهد نرى مباراة عادية تسير بشكل طبيعي، وفجأة هبط أحدهم بالباراشوت داخل الملعب، وهو ما أفزع اللاعبين، وربما كان هذا عرضا جيدا بالنسبة للجماهير بالإضافة إلى مباراة كرة قدم. وعلى الرغم من الهلع الذي أصاب اللاعبين إلا أن هذا الرجل الذي هبط في الملعب كان يتصرف كأن شيئا لم يكن، وبدأ بطي الباراشوت
وخرج من الملعب. تابعوا هذا المشهد الذي يظهر فيه هذا الرجل الذي لا ندري سبب سعادته الغامرة ورقصه فرحا أثناء المقابلة التلفزية. أبو بير